بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزلاز السفلى والخوتي خواتاتي في قناتكم حلويات اليانا. اليانا كاتو حبيبتي انت اللي اكي اول مره تشوفي الفيديو وتشوفي قناه حلويات اليانا، فضلا وليس امرا اشتركي في القناه حبيبتي وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. البنات طلبتوا مني كثيرا كثيرا حلويات اليانا صابلي يكون حاجه شابه وما تتكمش، راني عند وعدي البنات ان شاء الله اليوم تابعوا معايا مليح في الفيديو. بسم الله نبداو المقادير. 250 غرام مارغرين، البنات استعملوا المارغرين اللي تحبوها، حبه بيض، 100 غرام سكر ناعم البنات ايسينغ شوغر سكر ناعم، ملعقه صغيره فانيلا، ربع ملعقه صغيره خميره كيميائيه، 4 ملاعق كبيره زيت و500 غرام فرينه. بسم الله نبداو في العمل. اول حاجه هنا حطيت 250 غرام مارغرين البنات، المارغرين اللي تحبوها ماشي شرط هذه النوعيه، ومن بعد تضيفي لها ملعقه صغيره فانيلا. البنات راكم شايفين بلاني نخدم في الجفنه ولا في القصعه، زائد الحبه تاع البيض. علاش؟ لانه اليوم راح نخدم لكم باليد، زائد 4 ملاعق زيت كما راكم شايفين راح نخدموا اليوم ان شاء الله باليد، لا بيترين لا باتور لا فوي، كل شيء اليوم باليد ان شاء الله. زائد 100 غرام سكر ناعم، السكر الناعم هو ايسينغ شوغر البنات، السكر الناعم ماشي سكر حبيبات، سكر ناعم. لازم دائما يتغربل، راكم عارفين باللي دائما يجوا فيه واحد لي غريمو، دائما السكر الناعم البنات غربلوه. هذو هما المكونات البنات تاع الصابلي اللي راح نخدمو به، ومن بعد ندو ونبداو نخدمو. كيما راكم شايفين تعمدت اني خدمته لكم في الجفنه هنايا باش تشوفوا، يعني ما كاش لي تقولي ما عنديش باتور ولا الصابلي، هذا باليد ويخرج لك من اروع ما يكون. المهم محري مليح ديك المارغرين تكون يعني بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش ذايبه، تكون شاده روحها، وانتيا حاولي انك ترجعيها رطبه جيدا. كي ترجع رطبه نزيدو لها الفرينه، ملاحظه هنا البنات. بالنسبه لي عندها بيتخا ولا باتور تقدر تخدم به، لكن انا هنا تعمدت اني ما كاش اللي تقول لي ما نقدرش، يعني باليد وتقدري. بعد ذلك هنا البنات ضفت لها 500 غرام فرينه مع ربع ملعقه خميره كيميائيه. البنات هذه ربع ملعقه ماشي نصف ملعقه، انا الملعقه تاعي فقط بانت لكم، لكن ربع ملعقه هذيك ملعقه صغيره البنات، ما نضيفولهاش بزاف والا الشكل تاعها يخسر. وهنا البنات كملت ال 500 غرام فرينه، يعني حساب. بصح ملاحظه مهمه البنات هنايا، الملاحظه المهمه اللي حبيت نمدها لكم، ان الفرينه انا نستعملها انا في تيسمسيت هي الفرينه تاع اللبؤه، فرينه تاع اللبؤه ما فيهاش العلك وما تشربش، يعني ممتازه من اروع انواع الفرينات اللي نخدموا بهم الصابلي. شوفوا العجينه كيفاش تخرج لي، دروك شوفوا كيف يطيب، كيفاش نتحصل على واحد القوام من اروع ما يكون. اذا اول ملاحظه نمدها لكم هو الفرينه، تقدري تضيفي 500 او اقل على حسب الفرينه تاعك، يعني هذه ملاحظه مهمه. هذو هما طوابع البنات اللي احنا خدمي بهم، 3 ب 15000 في متناول الجميع تاع الزواولة البنات. حاولت اني ندير لكم حاجه بسيطه للجميع مع كل شر طالع، كل شيء راه غالي، المعيشه غلات، الزوالي مسكين ما صافش مين. اليوم ان شاء الله حاولت ندير لكم حاجه في متناول الجميع البنات. انا حطيته فوق هذا السيلبات، لكن تقدروا البنات انكم تخدموه فوق السنيوة عادية فقط، ما كاش مشكل. هنا هذو هما الأشكال البنات، وحبيت نفهم لكم حاجة، المكون اللي قلت لكم عليه حذاري حذاري تضيفوه العجينة الصابلي، هذا الصابلي اللي نحلوه وهو النشاء البنات. بزاف ناس تقول كثر النشاء بس تجيك العجينة شابة، هي صح تجيك العجينة شابة، ولكن هي اللي تكمش لك العجينة. النشاء اخواتاتي هو اللي يكمش لكم العجينة، فيه كمية كبيرة تاع العلك. خلطي ملعقة تاع نشاء وخلطي ملعقه تاع فرينه، راح تلاحظي انه النشاء تصعب لك باش تتلم لك، علاه؟ لانه فيها كميه كبيره تاع العلك. على بها انا دائما في الصابلي ايفيتي، بزاف يقولوا لي على ما تضيفيش النشاء، انا النشاء نضيفه مثلا في الحلوه اللي نكون نكورها ولا نحطها في السيليكون ماشي مشكل، لكن في هذو الصابلي حاولوا البنات ما تضيفوها لهمش. وثاني الملاحظه الاولى اللي عطيتها لكم الفرينه، النوع تاع الفرينه ممكن تكون النوع تاع الفرينه اللي تشربوا عندها العلك هي اللي تخلي لكم العجينه تتكمش. والملاحظه الثالثه ثاني البنات ما تعجنوش العجينه، احنا في كما نقول لك حنايا في التيرم كولينير يقول لك باللي العجينه كون تعجنيها اكثر من ثلاث مرات تخدميها وتعاودي تعجني تخدميها تعاودي تعجني ثم يقولوا لها تحرقت، يعني خلاص ما تزيديش تخدمي بها. لكن انا العجينه هذه اللي عطيتها لكم تقدروا تخدموا حتى ربعه خمس مرات والعجينه تبقى نفسها. البنات انتبهوا للملاحظه تاعي وصدقوني ما تزيدوش تبدلوا على الوصفه من غير هذه الوصفه اللي راني مديتها لكم. الاشكال هنا خدموا واش تحبوا البنات، يعني هذو الاشكال اللي
كاينين في السوق حاولت اني نخدم بابسط الاشكال بابسط الانواع اللي كاينين في السوق الجزائري. وانتم البنات اللي عندك اي مولة عندك خدمي بها، المهم هو الوصفه، والاهم من الوصفه هي الملاحظات. البنات قلت لكم الفرينه اختاروا فرينه ما يكونش فيها العلك، تكونوا تعرفوها كما انا تعرفوني، ديما نقول لكم اللابؤه 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 لانه هي اللي نخدم بها. وبالنسبه للنشاء ثاني البنات ما نضيفوا لهاش النشاء، لانه النشاء من بين اهم الاسباب اللي تخلي العجينه تاعكم هي تتكمش. هنا البنات هذه الكميه اعطتني 30 حبه ب 250 غرام مارغرين، والحبه ما شاء الله عليها كما شفتوا بحبه بيض. وثاني ملاحظه مهمه، دائما نضيفوا 2 ملاعق ولا 4 ملاعق للزيت تاع للزيت للوصفه تاع الصابلي، لانها راح تعطي لها قرمشه شابه البنات. انا دائما نضيف لها يا لو كان 2 ملاعق تاع الزيت. يعني هذه الوصفه البنات من اروع الوصفات. انتبهوا فقط للملاحظات البنات، دائما نقول ونعاود الملاحظه اهم من الوصفه. هذه الملاحظه تاع النشاء ما سمعتها عند حتى وحده في اليوتيوب، النشاء قليل اللي منتبه لهذه الملاحظه البنات. اذا كنتم ما كنتش متاكدين خذوا صابلي خدموه بالنشاء، وخذوا صابلي خدموه فقط بالفارينه وقارنوا بيناتهم، راح تلاحظوا هذا الفرق البنات، لانه النشاء فيه كميه كبيره تاع العلك ما راحش يعاونكم في الخدمه. تخدموا العجينه الاولى الزاوجه ومن بعد يبدا يتكمش لكم. وثاني كما قلت لكم النوع تاع الفرينه، وكما قلت لكم ثاني العجين تاع الفرينه ما نعجنوش بزاف الصابلي البنات. البنات بصح هذه الوصفه اللي عطيتها لكم رائعه رائعه من اروع ما يكون. هنايا راني مديت لكم هذو الانواع، دروك كل وحده تخدم على حسابها. تعمدت اني خدمت لكم انواع بسيطه للجميع، اي واحد قادر يحط صنيوه شابه في العيد، يعني ما غير مكلفه. ان شاء الله مازال كاين فيديوهات واحد اخرين، لكن تعمدت اني بديت هذا الفيديو تاع الصابلي لانه الطالب كان كثير بزاف بزاف على الصابلي. والبنات هذه النص اللي حطيته هنايا على السيلبات، والنص درتو عادي. نتوما اذا ما عندكمش هذيك الورقه اللي تعطي لها هذا الشكل تاع المربع هذا الصغار، تقدروا ديروها فوق سنيوه عاديه بنفس هذا الشكل. انا حبيت فقط كما تعرفوني الجماعه اللي تعرفني هنايا نعطيكم فقط افكار. هنا بالنسبه لهذه الشوكولا هذه الورده فقط حبيت نديرها كتزيين، هو في هذا المول تاع السيليكون هذا ثاني يا اخواتاتي شريته عادي، ودرت له شويه تاع شوكولا هنايا وكي يبرد راح ندير بها هذا التزيين. انا ما نكذبش عليكم البنات ما نحبش بزاف عجينه السكر في الصابلي، باسكو قاعد نحب ناكلها كامله الشوكولا، راكم عارفين حاجه تتاكل. هنا درت لها فقط هنايا قطره تاع الشوكولا ولصقتها في هذا النوع. ليس الا البنات انا مجرد افكار راني نمدهم لكم، راني نحاول نعطيكم كل التفاصيل في الفيديو البنات. اما الحاجه تاع التزيين والحاجه تاع الاشكال هذا تعود لكم، انتبهوا فقط للملاحظات البنات، وان شاء الله راح كامل تعمروا وشابة إن شاء الله هذا العيد بإذن الله. هذا هو التزيين تاعنا البنات كما شفتوا هذو الأنواع. هنا حطيتها هنا عقيقه فقط، يعني مجرد تزيين، هذا التزيين اختياري البنات. احنا انا نمد لكم في الافكار والتزيين هذاك يعود لكم انتوما. هنا ثاني زدت لها حبه عقيقه يعني هكذا فقط كمجرد تزيين، ليمول التزيين هذاك يعود لكم البنات. لصقتهم بالمربى تاع لا كونفيتور، لا كونفيتور دابريكو، بالمربى تاع لا كونفيتور، المربى تاع المشمش. راني صايمه البنات، راني ندير الفيديو قبل ما هنا البنات كيف راكم شايفين، ان شاء الله تنال اعجابكم. والله يا البنات حاولت اني نمد لكم كامل 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 بادق التفاصيل، صح الفيديو شويه طويل لكن تعمدت اني نخليه لكم هكذا. انتبهوا بزاف للملاحظات البنات، الملاحظات اللي مديتهم في الفيديو اهم بكثير من الوصفه، والوصفه هذه من اروع الوصفات اللي انا شخصيا معتمدتها في الحلويات تاعي. ثاني كاين وصفات واحده اخرين في القناه، وان شاء الله مازال كاين جديد ان شاء الله البنات. تعمدت اني بديت بهذه لانه الطلب كان كثير عليها. حبيبتي اذا كنتي جديده ما تنسينيش بالاشتراك، وانتم الجيش الايلياني ما عليكم غير بليجام بليجام بليجام. وصلوا لنا هذا الفيديو لعدد كبير من ليجام البنات، نقول لك حبيبتي دمتي متالقه. جيرا كنت لهنا التلويث اذن ليليت.